فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى، أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي. أما تستحي من الله عز وجل أن تنام كل الليل ولا تقوم لله عز وجل ولو بقليل من الليل، وقد أنعم الله عليك وعافاك وأمنك، فلماذا وفرغك أيضا من الأشرار، فلماذا لا تشكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ نعم، تستغل هذه الفرص العظيمة من عمرك. الإنسان إذا ما اجتهد في وقت شبابه ونشاطه فإنه يعجز في شيخوخته وكبره ومرضه، فيبادر الإنسان شبابه وقوته قبل أن يعجز، قبل أن يعجز في آخر حياته وآخر عمره. نعم، تعجب شبابك قبل مرضك، وصحتك صحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. نعم، أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي يناديدي بمرصدي، يعني مطلع، إن ربك بالمرصاد يعني مطلع على عباده، يرى القائمين ويرى النائمين ويرى الكسالى، يراهم سبحانه وتعالى، ما تستحي من ربك وهو ينظر إليك. نعم، أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي. نعم، يناديه هل من سائل يعطى سؤله، ومستغفر يغفر له ويؤيدي. نعم، ينادي سبحانه وقت النزول الإلهي، هل من سائل هل من تائب هل من داعي، وانت نايم، انت نايم يناديك وانت نايم. فكر في نفسك، فكر في نفسك، أما تستحي من الله أنه يناديك يدعوك وانت نايم؟ معرض عن الله عز وجل. نعم،